بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشتركين جداد نقول لكم مرحبا بكم متابعيني، نقول لكم دمتم أوفياء القناة. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال. نكمل معكم في سلسلة حلويات عيد الأضحى المبارك. اليوم جبت لكم حلوة كيف كيف، جافة وخفيفة وهايلة. نتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للأخير وتشوفوا الطريقة. وبلا ما نطول عليكم نبدأ مباشرة في المقادير. نحتاج لهذه الوصفة 3 بيضات كاملين، ويكونوا ماذا بكم بدرجة حرارة المطبخ، وهذه البيضة الثالثة. نضيف عليهم رشة ملح وملعقة صغيرة فاني، وتقدروا كذلك تديروا مبشور الليمون، ونزيدوا نضيف عليها كاس سكر 200 غرام سكر عادي، ونخلطوا المكونات كامل مع بعض حتى يمتزج جيدا ويذوب هذاك السكر. نزيدو نضيفو عليه بنفس الكاس زيت، نزيدو نخلطهم كذلك جيدا حتى يمتزجوا ويدخل هذاك الزيت في هذيك المكونات هكذا. كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش ولا القوام نتاعو. هنا نبداو نضيفو في المواد الجافة. نحتاجو 2 ملاعق أكل نشا، و3 كيسان فارينة. بنفس الكاس اللي تكيلو به هو نفس اللي تكملو به الفارينة. نحتاجو 3 كيسان فارينة، ونزيدو لهم كيس من الخميرة الكيميائية تاع 10 غرام. نخلطوا المكونات كامل مع بعض حتى تتلم عندنا عجينة يكون القوام تاعها متماسك وطارية. خلطوها مليح هكذا باش تتلم جيدا. بعد ذلك راح نقسمها على 2. كمية الأولى راح نحطها في صحن آخر، والكمية المتبقية راح نضيف لها 2 ملاعق أكل كاكاو بني، ونخلطها جيدا حتى يمتزجوا مع العجينة مليح. هكذا حاولوا انكم دخلوا الكاكاو جيدا، وهذا هو القوام نتاعها. نقسموا العجينة على 2 هكذا، ونزيدوا كذلك العجينة البيضاء كيف كيف راح نقسمها على 2. نحتاج ورق الزبدة، راح يساعدكم كثير، ومن الأحسن ديروا يعني قطرات من الزيت هكذا باش ما تعبكمش، وإلا تقدروا تخدموا بها يعني هكذا، ولكن راح شوية العجينة البيضاء راح تلتصق شوية في ورق الزبدة لأنها طرية ماهيش كيما العجينة نتاع الكاكاو. لكن بالسكين يعني رايحين تحاولوا انكم تنحوها فقط، يعني ماهيش راح تعبكم ياسر. نبسطوا العجينه كما راكم تشوفوا على شكل مربع، العجينه البيضاء والعجينه البني، ونحطوها على هذا الشكل. شوفوا العجينه اللي بالكاكاو تتنحى بكل سهوله لانه ضفنا لها الكاكاو، يعني العجينه زادت نشفت شويه، وكما تعرفوا الكاكاو ينشف العجين. اما البيضاء كي نبداو نلفو فيها راح شويه تعبنا، ولكن حطوا حداكم يعني السكين، كل ما تشوفوا مكان يعني يتلاصق يعني ديروها بالسكين برك تتنح. وكما قلت لكم اللي يعني تقدروا تضيفوا قليل من الزيت في البدايه، يعني امسحوا الورق الزبده بشويه زيت فقط. وراني تعمدت اني نوري لكم هذا المقطع يعني هكذا باش تشوفوا انه ما يشرح يعني تعبكم ياسر، فقط بالسكين وتنحوها بكل سهوله وتتلف عندكم بهذه الطريقه. نزيدوا كذلك نبسطوا هذه العجينه او الرولي هكذا، ونقصوها قطع متساويه بالتقريب 2 سنتيمتر في كل قطعه او 1.5 سنتيمتر، هنا على حساب الحجم اللي تحبوه نتوما. تقدروا ديروه على هذا الشكل، تقدروا ديروه مقروضات يعني تميلوا شويه للكوبات، ورايحه يعني يضعف الحجم تاعها لانه فيها الخميره، يعني انتبهوا فقط. وها هي الحلوه نتاعنا رايحه حاضره. نحطوها في صينيه اللي تدخل الفرن،
وفي نفس الوقت نحطو الفرن يسخن على 180 درجة. وهذه الكمية الثانية كما راكم تشوفوا درت القليل من الزيت في ورق الزبدة، هنا ما عطلتنيش خلاص يعني تنحات بكل سهولة. وكما قلت لكم نحطوهم في صينية اللي تدخل الفرن ونخلوهم يطيبوا على 180 درجة. ودوك نوري لكم الكمية كامل قداش جات، هذه هي الحلوة كامل يعني هذه المقادير كامل خرجت لي هذه الكمية 32 حبة من هذا الشكل. ونجو الآن للتزيين. نحتاجو عندكم اختيارين، تحبوا ديروا معجون وكوكاو، تحبوا ديروا شوكولا وكوكاو، لكم الاختيار. المعجون معجون المشمش ندهنوها من فوق بهذه الطريقة، والكوكاو يكون محمص ومرح. تحبوا ديروا هذا الذوق، ذوق المشمش او ديروا ذوق الشوكولا، في زوج راح يعطيكم ذوق مختلف والبنة هايلة يعني كل وحدة والبنة نتاعها. نعاود معكم واحدة اخرى، ندهنوها كما قلت لكم بمعجون المشمش بهذه الطريقة، ما تضيفوا له والو خلوه هكذاك ناشف يعني حاكم روحو. بعد ذلك نغمسوه في الكوكاو محمص ومرحي، يكون مرحي متوسط يعني ما يكونش رقيق وما يكونش خشين. وكيف كيف بنفس الطريقة ديروها بالشوكولا، كيف كيف ثاني تغمسوها بهذه الطريقة. ونزينها بالكوكاو هكذا حتى تكملوا الكمية كامل بهذه الطريقة. ونجو الآن لصحن التقديم. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، حلوة رولي خفيفة وجافة واقتصادية كذلك، وكما شفتوا يعني بكمية قليلة من المقادير اعطتنا كمية ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوها، خاصة انه العيد الاضحى المبارك يعني عيد ما يحتاج ان نديروا يعني حلويات تتطلب مقادير كبيرة، هذه مقادير اقتصادية وخفيفة وتعطيكم كمية كبيرة وكذلك بنة روعة. لحقنا لنهاية الفيديو، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل، ما بقى لي غير نقول لكم لا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وبارطاجوا لتعم الفائدة، والسلام عليكم.